بدرس في بنات شرفات الثانوية، وأنا كمان اتدربت في الكشافة وكمان قيادة شابة. التدريبات اللي أخذناها مع الأستاذ نادين كانت تدريبات كيف الإنسان يكون قيادي، كيف نعزز ثقتنا في نفسنا، كيف نكون ما نخاف من الناس، نحكي وإحنا واثقين من حالنا، ونحب العمل التطوعي والعمل الجماعي أكثر. أثر في أكثر إشي إني أكون قد الثقة، ويعني أكون واثقة من حالي ومأكف قدام الناس، إنه أعرف أحكي وأطلع قدام الكاميرات. الكشافة كان فيها نقص في الأدوات، فإحنا طلبنا من مؤسسة سيف تشيلدرين إنهم يعطونا هدول الأدوات عشان نقدر نكمل الكشافة ونعلم الأجيال القادمة. قبل التدريب أنا كنت إنسان بتحمل المسؤولية بس مش كتير، وما كنت أحب العمل التطوعي كتير، يعني حتى ما كنت أعمل. بس بعد التدريب صرت إنسان قيادي أكتر، عززت من ثقتي في نفسي أكتر، صرت إنسان تطوعي، بحب العمل التطوعي والأعمال الجماعية أكتر من قبل. الحديقة اللي أهلتها مؤسسة إنقاذ الطفل هي حديقة رح تساعد المدرسة تاعتنا إنهم يقوموا بنشاطاتهم التفاعلية ونشاطاتهم اليومية أكتر، وراح تكون متنفسة كتير حلو لطلاب المدرسة، لأنه طلاب المدرسة الملاعب تاع المدرسة مش كتير مؤهلة إنها تكون ملعب وحديقة حلوة. وكمان الحديقة راح تفيد أهل القرية كأنه يجي يتنفسوا هون، لأطفال القرية يجي يلعبوا في كل أريحية وفي كل أمان بهاي الحديقة.